يعورني، ما أقدر أكل. علي، شو فيك حبيبي؟ ما أعرف، بطني يعورني، بصير أنام. تعالوا حبايبي، أمونة وسيف بيأكلون الكوسة وأنا باكلكم فيكم. دروسكم نظيفة؟ إنزين عيل، أحلام سعيدة وحلو عليكم. لا علي، لا تسوي شي، هذا بيخرب أسنانك، لازم تنام وأسنانك نظيفة. اف سيف، باكل حبة واحدة بس. حلوة حلوة، والتسوس يزيد البلوة. ترك الأكل المفيد ولا يهتم للمواعيد. كلمة مني للجميع، نهدى ونروح، هذا هو الحل. حبيبي، ليش تناديني؟ يا علي، we
ثرثور. وايد تجنن. أنت وايد طيب. قول قول، السلم سرق من السدة. السلم سرق من ستة. السلم سرق من السدة. علي كيف تنطق حرف السين؟ علي كيف أحم بتنطق حرف السين؟ زين زين، بس لا تزعل، بنحصل لك حل. لكن تعرف أنك أنت من أهملتها صح؟ بترجع أسنانك وبعدين بتتكلم عدل. بثلاثة؟ يا أخي وايد حلو. الله، إحساس بالانتعاش. كيف كنا عايشين في هذاك الحلج؟ ما أعرف، لكن اللي أعرفه إنه ما بنرجع هناك. بس وايد اشتقت حق علي. بس أبداً ما كان يهتم بتنظيفنا. والحلوة، أوف، وايد حلوة. كان يحسب إنه ما بيجينا تسوس؟ يا أخي كل هالسكر يخوف. ما أعرف، بس كنا لازم ننبه علي. يمكن تغير الحين. تغير؟ يوم كان عنده أسنان ما كان يهتم بها، الحين بلاي أسنان بيهتم؟ سكر سكر، أوف كيف تقولها؟ سكر أوف كيف تقولها؟ يلا يلا على الغداء يا علي. كيف بأكل وأنا بدون أسنان؟ ما أقدر غير أسرب. علي هذا غداك، لأنك ما تقدر تأكل بدون أسنان. ماما مليت من الشوربة، كل يوم شوربة. ليه ما ترد أسنانك؟ لأن ما في شيء ثاني تقدر تأكله. شبيك حبيبي؟ أبى أسناني وما أعرف شو لازم أسوي. زين أنا بساعدك، لكن عندي شرطين. بسوي الفريدينا، أوعج قبل كل شيء إني أعتني فيهم، بنظفهم، ما باكل حلاوة وباكل خضار، لكن ما بأتمد فيه. انزين انزين، شرطي الثاني انك ما تخبر احد شو بنسوي. لي صديقة بتساعدنا، لحظة بناديها. يا جنية الأسنان، لدينا طفل غلطان وعلى فعلته ندمان، تعالي في الحال لنبدل الحال. سلام عليك، كيف حالك يا صديقتي؟ ما شفتك من زمان. أنا والحمد لله بخير، وأسناني بخير. كبرتي وايد، تم فيك ضروس أصلا؟ أوه صدق نسيتك. يا صديقتي هذا الصغير هو حفيدي علي، ولد شاطر وذكي، بس غلط ونسى انه يهتم باسنانه، فهربت كل اسنانه، ومثل ما تشوفين نادم ويبى يفتح صفحه جديده مع اسنانه. ما اعرف، بس لو ما كنت مهمل ما كان خليتك. قولي لي يا صديقتي، يستاهل اعطيه فرصه ثانيه؟ أكيد أكيد، هو وعدني إنه يهتم بأسنانه أحسن عن قبل. شو اسمك؟ اسمي علي. بساعدك يا علي،
انت شكلك ولد صادق، برد ومعاي ضروس، بس على ضمانتك يا صديقتي العزيزة. انزين يلا نسير نرقد. أكيد راحوا يدورون على المعجون، لكن وين حصل المعجون؟ يا الله أكيد في الدكان، خل نسير الدكان. آه أكيد مسكر، الساعة 3 الفجر. إذا الضروس رامت تدخل من هني أكيد في فتحة موجودة في مكان، أقدر أشم ريحتهم من هني. ما شاء الله شكلكم وايد مستانسين هني. شو السالفة عيل؟ تروحون وتردون على كيفكم؟ من متى وانا ما اعرف انتوا شو قاعدين تسوون؟ لا طبعا، لكن صاحبنا كان مهمل وكنا نعاني وايد، بس ما حصلنا حل ثاني. والحل الثاني كان المفروض تكلموني انا، وانا اللي بتصرف. الحلوة طال عمرك كان ياكل وايد منها في الصبح وفي الليل وحتى قبل ما ينام. هي اعرف، وهو وايد ندمان. لا تصدقينه. نعم؟ على كيفكم مثلاً؟ هو يقولك بس شي عشان يبانا نرجع. أنا قلت بنرجع، وإذا أهملكم مرة ثانية بخلي طبيب الأسنان يتفاهم معاه. يلا طابور امسكوا يد بعض. علاوي علاوي افتح حالتك بسرعة يلا. أي عوتني علاوي. ردوا